برحب بيكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينك. في البدايه احب اقول لكل مشاهدينا وكل الامه الاسلاميه جميعا كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب كل الامه الاسلاميه جميعا تكون بخير وسعاده. في لايف كلينك دايما بيكون معانا نخبه كبيره من الاطباء المتخصصين واللي بيجاوبوا على استفساراتنا وتساؤلاتنا. فقرتنا النهارده مهمه لحياتنا وصحتنا. الفقره الثانيه هنتكلم فيها عن صحه الاسنان والحفاظ على الاسنان، وهنتكلم كمان عن انواع الحشو المختلفه للاسنان وتبييض الاسنان. والدكتوره اللي هتكون مشرفانا في الاستوديو دكتوره فريده شكري بطرس، مدرس مساعد طب الاسنان. اما فقرتنا الاولى هنتكلم فيها عن جراحه او عمليات الانف. ايه هو الجديد والتقنيات الجديده في عمليات الانف؟ ده هنعرفه من الدكتور مشرفنا في الاستوديو دكتور فادي مجدي يعقوب، استاذ مساعد جراحه تجميل كليه طب القصر العيني. اهلا بيك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب. دكتور النهارده عايزين نتكلم اكتر بالتفصيل عن عمليات الانف، وايه هو الجديد في عمليات الانف. يا ريت حضرتك تقول لنا ايه هي عمليات الانف، وهل في انواع مختلفه من عمليات او جراحات الانف؟ تمام، هي جراحة تجميل الأنف هو يعتبر جزء من جراحات تجميل الوجه. وجراحة الأنف هي حاجة يعني تخصص جوه تخصص، أو يعني تخصص دقيق من جراحة التجميل. لأنه بمعنى إيه يا دكتور تخصص جوه تخصص؟ إيه اللي بيشمله أكتر؟ هو جراحة تجميل الأنف بيقوم بها نوعين من الأطباء، بيقوم بها دكاترة التجميل أو جراحين التجميل، إلى جانب جراحين الأنف والأذن، لأن في منها جزء وظيفي وفي منها جزء شكلي. وطبعا الافضل ان يكون اللي بيمارس هذه الجراحه عنده درايه بالجزء الوظيفي والجزء الشكلي. عشان كده في جمعيات عالميه بس لجراحه تجميل الانف بتشمل جراحين تجميل والى جانب بعض جراحين الانف والاذن. طب في انواع مختلفه من عمليات او جراحات الانف، ويعني دايما بيبقى في مشاكل في الانف هي اللي فعلا بتضطرنا، زي العيوب الخلقيه دي فعلا ممكن الشخص نفسه يبقى محتاج عمليه، لكن ناس اخرى ممكن ما تبقاش محتاجه، بتطلع موضه وبيلجأوا للعمليات دي. زي ما حضرتك بتقولي، هو في جراحات لتصليح العيوب الخلقيه او لتصليح العيوب الناتجه عن حوادث. يعني في عيوب خلقيه بتولد بيها الاطفال، سواء في الانف او في العظم او في غضاريف الانف، وفي كمان الحوادث. والحوادث دي اكتر، الحوادث دي ممكن تبقى نوعين من الحوادث، ممكن تبقى حادثه زي حادثه عربيه، او ممكن تبقى احنا بنسميها اللي هي حادثه من عمليه سابقه، او يعني بسبب جراحه سابقه، سواء جراحه دي تكون في عظام الوجه او في حاجه زي كده، او تكون جراحه انف سابقه، ودي بتبقى تصليح. هو ده نوع اللي هو بنسميه اصلاح. وفي التجميل اللي هو حد ما عملش جراحة في أنفه وعنده مشكلة أو عندها مشكلة في الأنف مخليها مش مبسوطة من شكل الأنف بتاعتها. ودي اللي احنا بنسميها البرايمري أو الحالات الفريش، اللي هي بتبقى عايزة تعمل عشان تحسن من شكلها. احنا معانا صور دي هتعرض فيها عمليات أو جراحات الأنف المختلفة، هتظهر معانا. تمام، هو زي ما حضرتك شايفة في الأنف ممكن يبقى فيها عظمة عالية، والعظمة العالية دي بتبقى كتيرة ومضايقة الناس، لأنها بتبين الأنف إن هي بتبقى عاليه من فوق، وبيبقى شكل الطرف او التيب بتاع الانف بيبقى نازل، فده بيدي شكل مش مريح او بيدي احساس ان الانف فيها دفوق. وكتيره واحنا بنعمل هذه الجراحه ان احنا نقلل العظام، وزي ما بقول لحضرتك الانف بتكون من عظام وغضاريف، ها، واكشلي الغضاريف هي اللي بتدي العلو ده اكتر من العظم. يعني الجراحه فيما يخص العظم هي دايما اقل. وفي حاجه زي كده مثلا اللي هو هتنعرضها دلوقتي. طب بالنسبة للعظم يا دكتور، العظم ده في العملية بيتم ايه؟ هل العظم بيتشال تماما ولا بيتبرد، ولا العملية بتتم ازاي؟ لا، هو العظم في معظم الأحيان هو جزء قليل. يعني العظم اللي بيبقى زايد في الأنف أو ناقص بيبقى جزء قليل، لأن التلت الفوقاني فقط هو من الأنف هو اللي بيبقى فيه العظام، ثم التلت الوسط والتحتاني ده كله غضاريف. فالعظم دايما بيتبرد، ولكن احنا ساعات كمان لما بيكون العرض بتاع الأنف نفسه عريض بنحب نكسر العظم عشان نقلل عرض الانف. فيعني في جزء بيتبرد او بنقلل الارتفاع بتاعه، وفي اجزاء ان احنا بنحتاج نضمها على بعض عشان نعدل البيراميد او الهرم بتاع الانف ده يبقى اقل في العرض. يعني بالنسبه قبل العمليه، هل في فحوصات يفضل ان هو يلجا ليها المريض؟ وهل في حدائق يعني موانع ممكن تخلي المريض لا ما ينفعش ان هو يلجا للعمليه؟ زي اي عمليه الكتيف او اختياريه احنا بنسميها، لازم المريض طبعا يكون بصحه جيده، ولازم نعمل له تحاليل نتاكد ان هو بصحه كويسه وما عندوش اي مشاكل وما عندوش استعدادات للنسف، زي اي عمليه.
ثم بنعمله فحص لان عايزين نعرف برضو اذا كان هو عنده مشكله في التنفس، وده كتير قوي بيبقى عند الناس اللي بتشتكي من الانف بتاعتها في الشكل، بيبقى عندهم مشكله في التنفس، لان ربنا خلق كل شيء جميل، والانف اللي شكلها حلو تتنفس حلو، الانف اللي شكلها وحش تتنفس وحش، يعني بيبقى عندها مشكله في التنفس. فكتير قوي لو بيبقى فيه مشكله مثلا ان الطرف بتاع الانف نازل كتير او واقع كتير، ده بيقلل التنفس، عشان كده ناس كتير قوي بتتحسن بعد الجراحه في التنفس بتاعها. وده برضو السبب ان احنا دايما بننصح الناس ان هي مش زي ما حضرتك بتقولي، مش موضه للانف نعمل شكل معين، المهم الانف تبقى حلوه ومناسبه وطبيعيه. وشكلها ده اهم حاجه طبيعيه، لان في ناس للاسف من كتر ما بتلجا لعمليات تجميل بغض النظر مكانها فين، بتبقى في الاخر بتقلب الشكل مش طبيعي. بالظبط زي ما حضرتك بتقولي، هو مهم جدا ان الشيء يبقى شكله طبيعي، لان اللي شكله طبيعي يتنفس طبيعي ويبقى غير منتقد في الحياه العامه، ويبقى هو مستريح. عشان كده برضو في كتير قوي ناس بتحب تعرف بالبرامج الكمبيوتر، تقول لي طب انا احب اعرف شكلها في الاخر هيبقى، وانا بعتقد ان الكلام ده هو اذا كان بيتعمل في بلاد كتير قوي في الدنيا، ولكن هو كلام غير علمي او غير حقيقي، لان الانف بتاعتي غير بتاعت حضرتك، وشكل اللي يليق عليا مش بالضروره يليق على حضرتك. فبالتالي برنامج الكمبيوتر ده بيعمل مقاييس، ولكن المقاييس الحقيقيه هي اللي بتناسب الوش، مش مقاييس ستاندرد بنحطها على كل الناس وهي اسطمبه بنعملها لكل بس هل في حدود معينه يا دكتور بالنسبه لعمليات الانف؟ يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول بعض الناس ان هي بتشوف انف مثلا المشاهير وتقول انا عايزه اعمل انفي زيهم، تمام، لكن هل في حدود معينه يقدر فعلا الشخص يعني يتحرك في خلالها ولا مفيش حدود؟ هي جراحه الانف دي احنا بنسميها السيجنتشر او الامضه بتاعت جراحه التجميل. ليه؟ لان جراحه الانف هي جراحه مليمترات، الملي بيفرق فيها، الملي اكتر يبقى مش حلو. يعني مثال مثلا لو انا الطرف الانف بتاعتي نازل لتحت، حلو قوي ان انا ارفعه شويه، دول قد ايه؟ 2 3 ملي، يبقى شكله حلو. لو رفعته 5 ملي يبقى شكله مش طبيعي. يعني قصدي هي الملي فيها بيفرق، فعشان كده هي في حدود، حدود اللي هي الشيء المقبول والطبيعي، لان هي في كل حاجه ليها سيستم، يعني ليها بالانس. يعني لازم، ما ينفعش مثلا واحده وشها كبير وخدودها كبيره وعينيها واسعه وعريضه وعرض الوجه بتاعها كبير، نعمل لها انف صغيره جدا حجمها غير متناسب مع وشها، هيبقى شكلها مش طبيعي ومش هتتنفس كويس برضو، لان هي الجلد التقيل اللي هو الجلد بتاعنا محتاج يبقى فيه سبورت، يبقى فيه حاجه تشيله كويس، لازم يبقى فيه عظم كويس وغضاريف كويس عشان يقدر يتحمل ويقدر يتنفس. لان ربنا خلق حتى الناس الافارقه، حضرتك هتلاقي الانف بتاعتهم اعرض عريضه بطبيعتها، ولو قللوها قوي بيبقى عندهم مشاكل في التنفس، لان جلدهم تقيل ومحتاج هذا النوع من العرض في الانف. هل ممكن يحصل اي مضاعفات يا دكتور اثناء العمليه ولا ده مش وارد ان هو يحصل؟ طبعا باتخاذ الاجراءات السليمه، ان احنا نعمل تحاليل زي ما قلت لحضرتك، يبقى محدش عنده مثلا استعدادات للنسف، لان الانف من الحتت اللي هي منطقه الوجه في العموم من المناطق اللي فيها شرايين كتيره، فبالتالي عشان كده احنا بنحط حشوات بعد الانف. صحيح الحشوات دي اتطورت جدا، بقت حاجات صغيره ما بقتش بتوجع زي زمان وهي بتتشال حتى، ولكن في الاخر احنا لازم نتاكد ان هي بصحه جيده، ما عندهاش مشاكل في الكبد في الكلى، ما عندها يعني نفس الاجراءات العاديه. طبعا كل حاجه في الدنيا بتتعمل في مكان كويس وتحت خبره معينه، اكيد بيبقى المشاكل بتاعتها بسيطه، ولكن طبعا حسب الشيء بيتعمل فين ممكن يبقى فيه طبعا مضاعفات كبيره. احنا كتير قوي بنصلح، يعني زي ما هوري حضرتك برضو في الصور، بنصلح حاجات نتيجه جراحات سابقه، ودي بتبقى بسبب ان الجراحه يعني هي شكلها سهل قوي ولكن هي فيها تفاصيل كتيره. بالنسبه يا دكتور شكل الوش، يعني كل شخص بيعد بيمر بمراحل سنيه مختلفه، امتى نقدر لو حد حابب ان هو يعمل عمليه في انفه، امتى في سن كام يقدر ان هو فعلا يلجا للعمليه؟ انا كتير قوي بتجيلي امهات خصوصا اللي عندهم بنات، بتجيلي هي تكون مثلا عامله انفها وهي قبل ما تتجوز ولا حاجه، وبعد كده خلفت بنت، والبنت بقى عندها 7 سنين دلوقتي، وعايزه بتقول لي انا مناخير بنتي مش عجباني وعايزه ابتدي افكر. بقول لها لا، هو احنا شكل المناخير ده بيتغير كتير جدا، خصوصا زي ما قلت لحضرتك ان الغضاريف على بال لما بتلحم في الجسم كله، ده بيوصل في سن 14 15 سنه في البنات، وفي الولاد يمكن اكتر متاخر شويه.
فعشان كده احنا بننصح اي جراحه تتم في الانف ما تكونش قبل سن 16 سنه. وشكل الانف بيتغير كتير كتير جدا، فبالتالي ممكن الحاجه اللي تبقى حلوه ما تبقاش حلوه، واللي وحشه تبقى حلوه بالظبط. فحسب النمو بتاع وطبعا الحوادث الصغيره اللي بتحصل اثناء الطفوله ممكن تبقى ما يتخدش بقى يعني بالهم منها. زي الاهل ايه دكتور؟ ممكن زي تاثر خبطة على الانف، خبطة على الانف او حادثه صغيره، او حد رمى حاجه على وجه طفل، ممكن ينزل نقطتين دم، وده ممكن يعمل اعوجاج في الحاجز الانفي، والاعوجاج ده كل لما يكبر هيبتدي يزيد ويبتدي يظهر في سن البيوبرتي او في سن. بس الاعوجاج ده ما بيبقاش ليه مظاهر معينه او اعراض معينه في طريقه التنفس، ممكن او ممكن على اساسا نقدر نعرف يعني نكتشف المشكله دي في البدايه. يجي لها التهابات في الجيوب الانفيه كتير، وتروح لدكاتره الانف واذن كتير، يبقى عندها مشكله في بيجي لها ادوار برد كتير تطول. ده ساعات بيكون نتيجه لان الاعوجاج في حاجز الانف ده، هي الانف دي عباره عن اوضتين، الاوضتين دول ما بينهم حيطه، ولو الحيطه دي دخلت على اوضه منهم بتضيقها، وبالتالي بيبقى التنفس صح. منها بيبقى محدود، فبالتالي الاعوجاج ده. وعلى فكره برضو الاعوجاج ده اذا ما كانش كبير جدا برضو بيتصلح في السن من 15 16 سنه، لان قبل كده برضو ممكن نضر بعظام وغضاريف الانف اذا كنا عملنا قبل السن ده. قبل السن ده. وهل ممكن لو حد لجأ ان هو يعمل عمليه قبل سن 15 او 16 سنه بتبقى مضاعفاتها ايه؟ حضرتك قلت ان هي ممكن تضر بالغضاريف والعظام بعد اذا ما كانش في اضطرار. اذا ما كانش في اضطرار لكده، زي مثلا احنا بيجي لنا حالات الشفه الارنبيه. ده هو ديفو في التطور بتاع الوجه، في جزء من الوش يشمل الشفه وجزء من الانف، فدول كتير قوي بنحتاج نعمل لهم جراحات يعني بدري عشان نبتدي نحط الفريم اللي تنمو عليه الانف. وبالتالي احنا معنا الصور زي ما بقول لحضرتك، الجزء الفوقاني اللي ظاهر ده هو بيبقى مينلي غضاريف، والطرف الانف زي ما حضرتك شايفه هو نازل شويه. زي ما قلت لحضرتك احنا نرفعه لكن نرفعه شويه عشان يفضل طبيعية. شكله طبيعي، بحيث ان التغيير يبقى حلو وفي نفس الوقت طبيعي، ما يبقاش فيه تغيير كبير. وزي ما بنشوف ساعات احنا بتجيلنا واحده تكون اوريدي الانف بتاعتها مرفوعه، احنا مش هنرفع كل واحد مناخير كل واحده نخليها مرفوعه اكتر، لا احنا ممكن ننزل، مش دايما احنا بنعمل نفس الحاجه لكل المرضى، نقلل العظام وممكن ننزل طرف الانف شويه زي الصوره دي، بحيث ان برضو يبقى شكلها طبيعي وفيها بالانس او فيها تناسق. وزي ما قلت لحضرتك العظم ممكن يبقى قلل مش بالضروره زايد، يعني احنا ممكن احنا بناخد من حته ونحط في حته، بنستعمل هذه الماتيريال في حته تانية، عشان كده دايما احنا يعني بناخد من العظام اللي احنا ناخد من الغضاريف ونعوض نشيلها او الغضاريف بالظبط ونعوضها في مكان تاني عشان نعمل بالانس. عشان كده احنا بنقول للناس اللي هيعملوا جراحه، الشيل سهل قوي في الانف ولكن التعويض اصعب، لان احنا كتير قوي بنضطر ناخد غضاريف من الودان او من الريبز او من دي مناخير نازله ورفعتوها نازله، وزي ما حضرتك شايفه ان احنا نقدر نرفعها الى درجه بحيث ونقلل البعد بتاع الانف عشان ما تبقاش بينوكيو نوز او شكل اللي هو بينوكيو. نقللها ولكن في نفس الوقت يبقى فيه بالانس، واحنا نقدر نرفع اي حاجه، ممكن نرفع انفها زي ما احنا عايزين، ولكن مش هو ده الحلو ومش هو ده الطبيعي. طبعا. يعني احنا نقدر نعمل حاجه تبقى مناسبه. وزي ما بقول لحضرتك في ناس عامله زي دي مثلا، عامله جراحه سابقه والجراحه دي الشيل زي ما قلت لحضرتك سهل قوي، فاوريدي بقى عندها زي السادل او زي المكان اللي بيركب عليه الفارس ان بقى فيه جزء مش موجود، فنضطر ناخد لها غضاريف من ودانها او من الضلوع عشان نعوض الماتيريال اللي ما بقتش موجوده اللي فقدت. طيب يا دكتور، لما نعوض غضاريف من اماكن مختلفه، المكان اللي بنحطه فيه ده خلينا نعلق على الصوره دي وبعد كده نرجع. بالمناسبه يعني الصوره دي احب بس اقول ان الانف من الحاجات القليله قوي في الجسم اللي هي 3D، يعني ابعاد ثلاثيه، فبالتالي هي من الحاجات اللي بتفرق في شكل الناس كتير قوي. يعني ممكن البنت دي بنت اموره شكلها حلو، ولكن الانف بتخليها احنا بنقول بتبوتس يو انذر كاتيجوري اوف الجمال، يعني الجمال بيزيد كتير لان الانف حاجه واضحه في الوجه، الانف وبعديها العينين طبعا. دي برضو يا دكتور كانت نازله واترفعت، نازله وعريضه، واحنا كتير قوي بنقلل الجناب زي ما قلت لحضرتك، الجناب زي اللي هي الجناب اللي شويه افريكان شويه، بس نقللها برضو بالمعقول، ما ينفعش نقلل كل حاجه بزياده كتير قوي عشان ما تبقاش بنشت او ما تبقاش زايده كتير. على فكره الرجاله كمان بيعملوا، يعني الرجاله كتير قوي بيعملوا الانف بتاعتهم، لان الانف خليك كليك لان الانف الصوره اللي بعد هتبان لما يدوس على في صور تانية بتبين تمام.
لان الرجاله برضو عرض الانف بيديهم شكل تاف شويه، ومش كل الناس بتبقى سعيده بهذا الشيء. في حد بيبقى عايز شكله يبقى اهدى شويه، فعمل هذه الجراحات بالنسبه للرجال برضو يعني كومن او بيتعمل كتير. لا، بالنسبة للرجالة في العمليات الجراحية التجميلية أو بدون جراحات بيلجأ ليها دلوقتي الرجالة والسيدات. تمام، يعني مش تمام. وزي ما بقول لحضرتك هو مهم برضو في الرجالة. على فكرة احنا دايما بنقول الرجالة أصعب من الستات، لأن الرجالة لا يقبلوا أي ظهور لأي علامة أن هم أجروا جراحة. يعني يمكن الستات ما بيبقاش عندهم مشكله زي كده، لكن الرجاله ما بيحبوش الحاجه اللي ارتفيشال خالص، بيتضايقوا منها. بتخلي شكله احسن ولكن بدون تغيير زي ما قلت لحضرتك كبير. ولو نشوف في الصوره اللي بعد كده كمان، وزي ما بقول لحضرتك تصغير الانف اللي هي افريكان شويه محتاج برضو ان يبقى فيه بالانس، ما ينفعش نصغر ونشيل كل حاجه. ولو نجيب اللي بعد كده كمان نتكلم على الانف، كل لما حجمها بيزيد جلد بيبقى تخين اكتر زي كده، من تحت من المنطقه السفليه بنقلل من منطقه الجناب، بنقلل من منطقه اللي نازله من الانف. وبرده احنا محتاجين سبورت او محتاجين نزود في الانف. يعني انا في رايي ان ليس كل ما هو اصغر احلى، قد تكون الانف اللي بعد اللي هي على الناحيه اليمين اصغر، ولكنها مش بالضروره الاصغر هو اللي احلى. حسب شكل الجسم، شكل الوش بالزبط. نفسه مدور زي ما حضرتك شفتي الصوره اللي قبل كده، كان وشها كبير، فبالتالي ما ينفعش نصغر انفها الى درجه كبيره لان هيديها شكل مش طبيعي. الرجاله برضو ده ممكن يكون حد مثلا بيعمل بيلعب بوكس او حصل له حادثه، دايما بيبقى عندهم مشكله في الحاجز الانفي. لو جاب الصوره اللي بعدها بليز، اللي بعدها كمان الصوره اللي بعدها بيبقى في اعوجاج في الحاجز الانفي نتيجه واضح سواء حادثه او سواء نوع من الرياضه. احنا بنحاول نحط الحاجز الانفي في النص، وربنا خلقنا على فكره بحيث ان وشنا يمينه مش زي شماله بالظبط، فاحنا بنحط الحاجز بسيط بيبقى لازم فيه لازم فيه. عشان كده دايما احنا بنقول احنا بنصلح بنحط الحاجه في النص، ولكن الوش نفسه ما هوش يمين زي شمال. ده قبل وده بعد، ده نتيجه ان هو بيلعب بوكس، فبالتالي بيحصل له كسر في الحاجز الانفي، وده بالسنين بيبتدي يتحرك لحد لما يبتدي يعمل له انسداد في ناحيه من الانف. وكتير قوي دول بيعملوا بس عشان يتنفسوا مش عشان يبقى شكل الانف احسن. طب يا دكتور، لو حد تعرض لكسور مختلفه، يعني الكسور متكرره في الانف دي، عمليات التجميل يعني هنقدر نساعده كل مره ولا في حدود معينه؟ لا، ما نقدرش ان احنا نتدخل ونعمل عمليات تجميل للانف اكتر. لا، احنا نقدر نتدخل ونعمل، احنا بنعمل حالات ساعات عامله 5 و6 عمليات قبل كده. يعني هي حسب، وطبعا احنا دايما بنقول اللي بيعمل جراحات اللي هي الريفيجن او الجراحات اللي على جراحه سابقه غير اللي بيعمل انف لاول مره. يعني لازم ليها خبره معينه عشان يعمل انف معموله كذا مره، لان دايما احنا بنقول ان بتبقى اصعب، بتبقى اكيد اصعب واطول، وبتحتاج تعويض اكتر ما بتحتاج شيل. يعني هي دايما بتبقى محتاجه تعويض، لان كل جراح بيخش بيبقى ما عندوش خبره كبيره، متخيل ان هو لما يشيل اكتر هتبقى اصغر او لما يشيل اكتر هتبقى احلى، ولكن ده مش شيء ضروري. احنا ساعات كتير قوي زي ما بقول لحضرتك احنا بناخد من حته عشان نعوض الشيء اللي ناقص ده. فاحنا نقدر نعمل الجراحه دي يعني حسب، ولكن احنا لازم نوعد المريض بتاعنا احنا نقدر نحسنه الى انهي درجه. يعني مش بالضروره ان احنا نرجعه لو واحد عمل جراحات كتيره او واحده عامله جراحات كتيره وفيها مشكله كبيره، مش بالضروره نقدر نرجعها زي ما كانت، لكن نقدر نحسنها الى درجه، ودي بيبقى بنتفق عليها عشان ما يبقاش توقعاتها يعني اكتر زياده عن اللزوم، متوقعه اكتر من احنا نقدر نحققها بكتير. بالنسبه للغضاريف يا دكتور اللي بتاخدها من اماكن مختلفه زي ما حضرتك قلت الودان او بالنسبه للقفص الصدري، لما نحطها في الانف المكان نفسه بتعود عليها بسرعه ولا بتاخد وقت ولا بيحصل ايه؟ غضروف رقعه، يعني زي رقعه الجلد، احنا بناخده من مكانه وبنزرعه في مكان تاني، زي احنا بنعمل في جراحه التجميل حقن الدهون، يعني بنشفط الدهون من مكانه وبنحقنها في مكان تاني. المكان ده بيديها تغذيه وبيساعدها على انها تعيش. ولكن احنا بنبقى عاملين حسابنا ان اي حاجه بنحطها كرقعه حجمها بيقل، فاحنا دايما نعملها اكتر سنه عشان يبقى فيها بعد لما تكش. ليه حجمها بيقل يا دكتور؟ لان التغذيه بتاعتها بتبقى اقل، تغذيتها في مكانها الاوريجينال الطبيعي، في الاوريجينال بيبقى دايما اكتر. عشان كده احنا لما بنحقن دهون حتى مثلا في المؤخره لما نشفط نقول للست معلش انت في الاول هتبقي ورمه اكتر، هيبقى الحجم اكبر، ما تتخضيش. هو هيقل، هيقل بنسبه معينه احنا بنبقى عارفينها وعاملين حسابنا ليه. بالنسبه بعد العمليه يا دكتور، بعد العمليه بيحصل ايه؟ لان الناس بنلاحظ دايما ان في زرقان، في انتفاخ، بيحصل ايه بعد العمليه؟ هو في اللي هو الداون تايم بتاع عمليه الانف، اذا كان فيها تكسير عظم بيبقى اسبوع،
الاسبوع ده فيه ايه؟ بيبقى فيه زي جبيره صغيره بلاستيك بتتحط على الانف، وما بقتش زي زمان جبس كبير وحاجات كبيره، يا دوب هي بتبقى بنفس لون الجلد وبيبقى شكلها يعني اكشلي ممكن بتنزل بيها بتروح شغلها ما فيهاش مشكله، زائد ان بيبقى فيه شويه زرقان تحت العينين اذا كان فيه تكسير للعظام، اذا ما كانش فيه تكسير للعظمه حسب ما بيحصلش زرقان؟ بيبقى الزرقان حاجات بسيطه طفيفه جدا ما بتقعدش يومين ثلاثه، ولكن انا دايما بقول ان الانف بعد الجراحه بعد اسبوع لما بنشيل الحاجه دي من على الانف بتبقى حجمها اصغر واحلى من قبل العمليه، ولكنها ستيل ورمه. امتى النتيجه النهائيه للانف؟ يعني احنا بنقول من 3 ل 6 شهور ده اقل حاجه عشان نقدر نقول اه هو ده النتيجه النهائيه اللي هي بتاخدها، ولكن حتى بعد العمليه على طول باسبوع بتبقى الانف اصغر واحلى من الاول حتى يعني في الفتره الاولانيه دي، وان كانت ما زالت ورمه. اه بس بتغير شكلها لغايه ما نوصل لحد زي ما حضرتك قلت لحد سنه ولسنه 6 شهور وسنه. واحنا دايما نقول مثل شعب بلدي شويه، جراحه التجميل دي عامله زي السجاده، كل لما تسيبيها بتحلو، يعني جراحه التجميل في العموم كده سواء شد بطن او شفط الدهون هي محتاجه فتره، هي بتبقى احسن اكيد بتبقى احسن في الاول ولكن وهي ستيل ورمه، ولكن بتتحسن كل شويه احسن واحسن. في احتياطات معينه لازم المريض يلجا ليها؟ هل ممكن حاجه يعملها سلوكيات خاطئه المريض تؤدي الى مضاعفات في الانف؟ ده حاجه مهمه جدا، ان نظارات الشمس هي من الحاجات اللي الناس بتحاول تغطي بيها زي ما حضرتك بتقولي الزرقان اللي تحت العينين، فتقوم لابسه نظاره شمس. احنا بننصحهم ان هم ما يلبسوش نظارات شمس اقل حاجه 3 شهور، يعني ما يلبسهاش نهائي. واللي بيلبس نظاره يستعمل لينسز، ولكن طبعا في ناس بتبقى محتاجه انها تلبس نظاره بعندها مشاكل في النظر، فبنخليهم يبتدوا يلبسوا نظاره من بعد شهر اثناء القرايه او اثناء السواقه، ولكن على قد ما نقدر ما بنحبش نحط تحميل على الانف، لان هي في الاخر عظام وغضاريف كلها بتحاول تلحم في مكانها عشان تدي النتيجه اللي احنا عايزينها ما تتغيرش كتير. ولكن طبعا اغلب الناس في الاخر بتخالف هذه القواعد، ولكن يعني ما بيحصلش تأثير. لان هو صعب الواحد يشتغل على النظاره الشمسيه لمده 3 شهور، اكيد اكيد، وهي بتبقى جداً. حاجه صعبه، ولكن في نظارات خفيفه، يعني في دلوقتي نظارات كتيره خفيفه، يعني دايما بقول انت ممكن تلبسي نظاره ولكن مش لازم اكبر نظاره عندك واتقل واحده، يعني ممكن تلبسي واحده من اللي هم الصغيرين شويه، يمكن ما تبقاش موضه قوي بس هي مناسبه في الفتره دي. بس يا دكتور النظاره ولا في احتياطات اخرى المفروض يلجا ليها؟ طبعا اكيد ان احنا بنقول لهم ما تخبطوش في مناخيركم للفتره الشهرين 3 الاولانيين على الاقل. هتساليني طب ليه بنقول لهم كده؟ لان بيحصل كتير قوي ان حجم الانف بيصغر فطريقه الرؤيه بتتغير، فكتير قوي تلاقيها وهي بتفتح الباب خبطت في الباب لان هي مش متعوده على فرق الشكل، لان ده العين بتدي اشارات للمخ ان هو ده الحيز اللي انا واخداه، الحيز ده بيتغير سواء بيزيد او بيقل حسب الجراحه، فده بيعمل ساعات لخبطه في التقدير، فكتير قوي تخبطوا وهم مثلا ماسكين حاجه تتخبط في مناخيرها تنزل نقطتين دم، يوجوالي ما بيحصلش منها اي حاجه، ولكن دايما بننصحهم ان هم ياخدوا بالهم يبقوا اكثر حرصا في السواقه وهم بيفتحوا باب حاجات زي كده. طب وهم نايمين يا دكتور، يعني ممكن وهو نايم الواحد ساعات طبعا وهو نايم ممكن يتحرك باي حركه بتاذي العمليه، بتنصحهم بايه يعملوا ايه؟ هو ربنا خالق الوجع عشان يحمينا. فدايما الحاجه اللي حضرتك بتقول عليها دي لو حصلت اثناء النوم هتلاقيها اتوجعت فقامت فما بتلحقش تكمل، يعني ما بيبقاش عندنا مشكله في هذا الموضوع، ولكن بيبقى عندنا مشكله مثلا مع الاطفال الصغيرين، ممكن حد يخبطها جامد، يعني الام مثلا لو عامله العمليه ممكن حد من ولادها يخبطها جامد، هي دي الحاجات اللي احنا ما بنقدرش نسيطر عليها، ولكن في اغلب الاحيان برضو هي العمليه والجراحه اللي بتتم بتبقى تقدر تتحمل جزء من التروما، جزء من الـ من الـ من الـ من الصدمه نفسها، ولكن الصدمة الكبيرة أكيد ممكن تأثر. وبعد العملية المريض مفروض بيقعد في المستشفى قد إيه؟ هو ما بيقعدش في المستشفى غير 4-5 ساعات بعد الجراحة وبيروح في نفس اليوم، يعني أغلب جراحات التجميل دلوقتي بتتم زي ما احنا اتطورنا في الجراحة، أكيد برضو حصل تطور في التخدير، وعلى فكرة التخدير سواء موضعي أو جانر أو عام ما هو ما فيهوش خطوره طالما بيتم في مكان امن مع دكتور بنج او دكتور تخدير كويس طبعاً. ده اكيد يعني فبالتالي المريض بيروح في نفس اليوم وبيجي لنا بعد اسبوع بنشله الحاجه اللي على الانف من فوق دي وخلاص، وبعد كده بيبقى ببلاستر لمده كام يوم وخلاص. يعني لكن هي عمليه، هي جراحه بسيطه وان كانت بتاخد وقت طويل. بتاخد وقت طويل طبعا اثناء الجراحه. اثناء الجراحه تمام. طب ويقدر يمارس حياته الطبيعيه بعديها بقد ايه؟ من 3-4 ايام اغلب الناس بتروح شغلها، بيبقى فيه السبلنت اللي بقول لحضرتك عليها دي، بتقعد هي بتبقى بلون الجلد فما بتبقاش يعني ملحوظه قوي، اكيد ملحوظه ولكن يعني يقدر يروح شغله، ولكن دلوقتي بقت يعني خصوصا البنات الصغيرين بقوا
كتير قوي بيتفخروا ان هم يعني زمان كانت الناس بتخبي اكتر من دلوقتي. الجيل بتاعنا احنا يمكن كان بيتكسف اكتر من ان هو يقول ان هو عامل جراحه تجميل. دلوقتي الناس ما بتتضايقش قوي من الفكره دي وبقت متقبله فكره جراحه التجميل، فبيخرجوا بيها وبيروحوا النادي وبيروحوا يعني يمارسوا حياتهم الطبيعيه بعد 3 4 ايام. طب ممكن المفروض ان هي تبعدها تماما عن الميه؟ هي اكيد مش مفروض تبل الشيء اللي محطوط ده، مش كده؟ احنا دايما ننصحهم لما تيجي تغسلي شعرك تغسليه زي الكوافير اللي هو يعني هو وشعرك لورا على 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 البيسن، او لما حد يجي يتوضى المفروض برضو بننصحها بفوطه تحطيها من بعيد عن 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 انفك، ولو عايزه تغسلي وشك برضو بتستعملي فوطه مبلوله. هي دي الطرق اللي احنا بنقولها ازاي تتعامل بيها. لو هتحطي كريمات هتحطيها ازاي، احنا بنديهم كتير من النصايح بتخص الجزء اللي بعد العمليه. بالنسبه للعيوب الخلقيه، لو حد طفل صغير عنده مشكله من هو صغير في انفه، ده ممكن نعمل له يعني نستنى شويه لما يوصل سن معين، ولا ممكن ان احنا بنعمل له العمليه في اي سن؟ هي اكتر حاجه شائعه في العيوب الخلقيه هي اللي هي الشفه الارنبيه، وهي دايما معاها مشاكل مصاحبه للانف وساعات في سقف الحلق كمان. الجزء اللي بيخص بالحلق والشفه غالبا بنعمل له جراحه بدري، ها، وبعد كده الاجزاء الخاصه بالانف بدري بغض النظر هو سنه قد ايه. احنا دلوقتي بنقول يعني في ناس بتقول ان يعمل عند شهر وشهرين، يعني لان كل لما بنقلل النمو بطريقه غلط فبالتالي بنحسن الديفكت. هي مشكله الشفه الارنبيه ان بيبقى ليها علامه او بيبقى ليها استجما ان هو جزء من الوش مش ما حصلوش نمو او التئام بالدرجه الكافيه، فكل لما بنطول في الفتره اللي احنا نستنى فيها بيظهر هذه العلامه اكتر. حتى لو عملنا جراحه واثنين وخمسه بيفضل في شويه علامه، في علامه ان هو الجزء ده ضامر. يعني ممكن الجراحه تتم على كذا مرحله؟ طبعا هي بتتم على كذا مرحله. اول مرحله بتخص الحلق والشفه، دي بتتعمل في بدري من يعني حسب وزن الطفل وحسب صحته العامه، حسب هو عنده مشاكل ولا لا. اول لما الحاجات دي بتبقى اكسكلودد بنبتدي نعمل له الجراحه، ثم نعمل الجزء في الانف نعمل له في سن ممكن يعني 7 8 سنين او ممكن 11 سنه، وفي مرحله تانية يمكن في الاخر بتعمل في سن البيوبرتي، لان برضو بيحصل زي ما قلت لحضرتك. بس ده خاص بالانف يا دكتور، مش خاص بالشفه الارنبيه. والشفه الارنبيه بتحتاج ساعات ريفيجنز للجروح بتاعتها عشان الجروح دي بتتمدد شويه مع السن، فبنعمل لها ريفيجنز للجروح بتاعتها في سن كبير برضو. يعني ممكن العمليه تاخد كم عمليه على المراحل العمريه حسب نوع الديفوده، لان في شفه في شق بنسميه شق في الشفه الارنبيه ده بيبقى بسيط، في حاجات اكبر حسب، في حاجات بتحتاج 3 و4 عمليات وفي حاجات بتبقى من عمليه واحده بتتم النتيجه. وبالنسبه يا دكتور لفتره النقاهه، فتره النقاهه بعد العمليه بتبقى قد ايه؟ بالنسبه لجراحه الانف في العموم، نقول جراحه الانف حتى بالنسبه للاطفال، الاطفال اكيد لا هو واحد بيبقى في سن صغير ده بيصعبوا عليه جدا. لا هو الاطفال ربنا مديهم ميزه ان هم مش بيحسوا بالوجع، ها، يعني الاطفال بيحسوا بالوجع بطريقه مختلفه، واي بيرسبشن ليهم او اي احساس ليهم بيعيطوا، يعني الجوع بالنسبه لهم وجع والوجع وجع، يعني هو كله زي بعض. فبالتالي يعني احنا بنبقى طبعا قلبنا ووكلنا عليهم، لكن هم بيبقوا اقل ادراكا واحساسا لهذه المشكله. بالعكس ده هم لما يكبروا يبقى عندهم 10 11 سنه بيبقى احساسهم بالوجع اكتر. فالاطفال الصغيرين بيبقى الريكفري بتاعتهم سريعه، ودايما احنا بنقول ان احسن نتائج بتتحقق في التجميل بتبقى في الاطفال صغير. حتى ايفن تصليح الاعصاب، واذا كان تخصص من جراحات الاصلاح، احسن نتائجه في الاطفال، يعني كل ما الواحد سنه يكبر لانه بيحصل لهم تغيرات كتيره جدا والجلد نفسه بيلتئم بسرعه، الجسم نفسه عنده استعداد للالتئام وللنمو. هو الجسم اذا ان اكتيف فورم، يعني هو الجسم مستعد يكبر وينشط ويعوض، فعشان كده دايما نتائجه كويسه جدا. دكتور فادي بشكرك لوجودك معانا، وكل سنه وحضرتك طيب، وبشكرك على كل المعلومات اللي افدتنا بيها. مشاهدينا اتمنى تكون فقره استفدتوا منها. استنونا، فقراتنا لسه ما خلصتش، لكن بعد الفاصل خليكم معانا.